مزيكا تقدمها لكم رولكس. أوبرا هزلية بحبكة قوية عن الخيانة وفقدان الثقة، مستلهمة من مسرحية شهيرة لشكسبير، لكنها تتمتع بروح السخرية الألمانية. افتتحت أوبرا برلين موسمها الجديد بعمل زوجات وينسور المريحات للمؤلف أوتو نيكولاي. دور البطولة يجسده مغني الباس الألماني روني باب من خلال تأدية شخصية السير جون فالستاف. العمل جزء من الحمض النووي لهذا البلد، إنه يجسد الفكاهة الألمانية الخالصة. نعم، توجد فكاهة ألمانية، يمكن القول إنه عمل لشكسبير، لكن نحن بالتأكيد أشخاص طرفاء. نلاحظ أن نيكولاي اعتمد على مزج اقتباسات من أعمال أخرى، وفي عمله تلميحات ذات مغزى. المؤلف الألماني قاد عمله قبل نحو 170 عاماً في هذه الأوبرا بالذات، وتوفي في عز عطائه بعد فترة وجيزة. كان نيكولاي قامة كبيرة، ولد في ألمانيا وعمل في فيينا كثيراً، وكان له الفضل في تأسيس أوركسترا فيينا. قدم أوتو نيكولاي أوبرا عن قصة الفارس السمين الذي أفلت أيامه الجيدة إلى غير رجعة، وعندما حاول إغواء امرأتين في الوقت نفسه تآمرتا ضده، فتحول إلى مهزلة في القرية. من ناحية نلاحظ البرجوازية المثالية لدى نساء وينتر، يحاولن تمضية الوقت من خلال اللعب مع شخص يختلف كلياً عنهن. ومن ناحية أخرى نجد عالم فالستاف الذي قرر أن يعيش حياته بشكل مختلف وليس بطريقة برجوازية. أنا أحب هذا الرجل الذي يبدو أخرقاً من ناحية، ولكن من ناحية أخرى محبوب ومثير للشفقة. أحاول أن أظهر كيف يشكك في نفسه أحياناً. نيكولاي كان يعتبر أن عمله هو أوبرا من نوع الفانتازيا الهزلية. جوقة القمر هي أكثر أجزاء العمل خيالية، تظهر في نهاية الفصل الثالث مع الجنيات والبعوض والذباب. إنها تشبه قصة خرافية. هناك محاولة لصهر العالم فجأة في الفصل الثالث، تبقى بركة الماء ويظهر مشهد فارغ تتوحد فيه العوالم المختلفة، يتحول إلى عالم من الفانتازيا. موسيقى قدمتها لكم رولكس.